مانويل جوزيه. مستر مانويل، بنرحب بيك على قناة النادي الأهلي. شرف لي أن أكون موجود معاكم، وحابب أحييكم كلكم وكل السادة المحللين في البرنامج، وأهنيكم طبعا أنا على تحليل كل المباريات بصورة جيدة، وأهني كل الأهلاوية على الفوز بالدوري المصري. واحنا بنبارك لك برضو على تتويج الاهلي باللقب رقم 42، وكنت عايز اسالك على رايك في حسم النادي الاهلي للبطوله قبل نهايتها بسبع اسابيع. ان الاهلي بقى بطل الدوري قبل نهايه الدوري بسبع مباريات و23 مباراة أثناء مباراة الدوري كله ما جاش فيه أي أهداف، ما عناش من أي أهداف، معناها إن الفوز مستحق فعلا للنادي الأهلي، لأن عدد المباريات الأهلي ما جاش فيه أهداف فيها، هو علامة على قوة النادي الأهلي وقوة أدائه وقوة لعبه، ومعناها كمان على ضعف خطوط الهجوم في الفرق الثانية. إن 22 مباراة الشناوي يحافظ على نظافة شباكه، معناها إن في إمكانيات عالية عنده كحارس مرمى وعند فريق الأهلي كلاعب بصورة عامة، وكمان فرق النقاط اللي بين المركز الأول والمركز الثاني اللي بيبعد النادي الأهلي عن المركز الثاني بيبرر مرة ثانية الإمكانيات اللعب الأهلي. الاهلي يقدر يكون احسن من الفرق الثانيه من غير ما يكون في حماس زايد عنده او توتر. الفوز الاهلي بفرق النقاط الكبير دوت بيبرر اداء الاهلي الجيد، وكمان بيضع بعض الاسئله عن مستوى الفرق الثانيه اللي في الدوري مع النادي الاهلي. بما انك متابع للنادي الاهلي من فتره، هل توقعت من بدري ان النادي الاهلي يحسم اللقب مبكرا؟ أنا شايف إن أنا أو أي حد عنده أي معرفة في كرة القدم كان هيعرف على طول إن من فرق النقاط اللي بين الأهلي وبين الفرق المنافسة الثانية ما كانش هيصعب الأمور على الأهلي إن يكسب الدوري، إنما إزاي يدير المباريات الأخيرة بالمحافظة على فرق النقاط ده هو اللي كان بيساعد الأهلي. أنا بتكلم دايما عن رأيي وما بحاولش أنتقد وخلاص، لكن في بعض الضعف في الأداء عند الفرق الثانية، والنادي الأهلي محتاج يحسن كمان من أدائه أكتر. الاهلي كان بصوره واضحه كان هيكون هو البطل سواء كان عدد المباريات اكثر او اقل، فانا بهني كل جماهير النادي الاهلي بقول لهم الف مبروك. برؤيتك الفنيه كمدير فني سابق للنادي الاهلي، حسم البطوله مبكرا، لو انت مدير فني لنادي الاهلي دلوقتي، هل تدي الفرصه للعيبه اللي ما كانتش بتلعب والمجموعه اللي كانت قاعده بره، ولا بتحضر نفسك لماتش الوداد وبتكمل بنفس المجموعه اللي انت عايز تلعب بيها ماتش الوداد؟ أنا شايف إن دلوقتي ممكن يدي فرصة بصورة واضحة دلوقتي بعد ما خلاص بقى بطل الدوري، يدي فرصة للاعبين اللي لعبت مباريات أقل، لكن من ناحية تانية لازم يحافظ على الفورمة بتاعت اللاعبين الأساسيين، لازم يلعبوا لوقت معين عشان يكون في توازن بين اللاعبين وبين عدد مشاركاتهم وبين مستواهم والحفاظ عليه، لأن لازم نعدهم كلهم لدوري الأبطال الأفريقي. الأهلي ليه تاريخ كبير فيها، الفرقة اللي أكتر عدد بطولات أفريقية، الفائزة بأكتر عدد بطولات أفريقية، فلازم يكون في إدارة متوازنة لكل السكور اللاعبين اللي موجودين في الأهلي.
لكن بالتأكيد أنه يدي الفرصة للاعبين اللي لعبوا مباريات أقل أنهم يبينوا إمكانياتهم على في عشان يعدهم للوقت اللي احتاج لهم فيه في بطولة أفريقيا، يكون عندهم ثقة أكتر، يكون عندهم حماس أكتر، يكون عندهم معنويات مرتفعة. لكن لو سيبناهم كده من غير لعب أو من غير تجهيز مناسب ليهم مش هيكونوا مستعدين للمشاركة، فلازم على مستويات فورمة عالية ويكونوا متوازنين كلهم، يكون كل لاعب مستعد للتبديل مكان زميله ويدخل ويأدي بنفس الأداء. فيفضل أن كل لاعبين يكونوا على حالة جيدة بدنيا عشان أداء هيكون في تطلب عالي جدا في بطولة أفريقيا أكتر من الدوري المصري. هو معنى كلامك دوت يا مستر مانويل ان حسم البطوله للنادي الاهلي مبكرا، هل ممكن ياثر بعض التاثيرات مثلا السلبيه في اداء اللعيبه، في سواء اللعيبه اللي قاعده احتياطي او اللعيبه الاساسيه، زي ما شفنا مثلا في ليفربول وبرشلونه بعد الكورونا؟ زي ما قلت الأهلي لازم يحافظ على أحسن لاعبينه في نشاط مستمر علشان يعدهم لدوري أبطال أفريقيا، ومن ناحية تانية لازم يدي فرصة للاعبين اللي ما بيلعبوا أقل عشان يبقى عندهم الدافع بعد ما فازوا ببطولة الدوري، مش نفس الدافع اللي عند اللاعبين اللي لعبوا أكتر. فكل لاعب عايز يبين نفسه ان عنده الامكانيات ان يكون كمان لاعب يشارك في الفريق ويقدر يلعب في بطوله افريقيا، فلازم نديهم الدافع ان هم يظهروا اكتر ما عندهم ويوصلوا لمستوى زمايلهم الاساسيين. وعشان يساعدوا في التغييرات اللي ممكن المدرب يحتاجها بانهم يكونوا دايما مستعدين للدخول بنفس المستوى زميلهم الاساسيين في اللعب. ومش معنى كلامي دوت ان الناس اللي لعبت اساسيه هتبطل لعب الماتشات اللي جايه، لكن لا، لازم يكملوا لعب لمده معينه عشان يحافظوا على مستواهم واللاعبين الاخرين ياخدوا الفرصه برضه. الاداء اكيد هيقل في الفتره اللي جايه لان دافع الدوري خلاص ما بقاش قوي زي الاول، لان الدوري خلاص حسم. انت اكيد طبعا متابع جيد للنادي الاهلي الفتره دي، كنت عايز اعرف رؤيتك لمحمد الشناوي كحارس مرمى كبير للنادي الاهلي وحفاظه على شباكه نظيفه طوال 23 مباراه. مش الشناوي بس اللي حافظ على شباكه نظيفة، كان الفريق الأهلي كله، لأن الشناوي ما بيلعبش لوحده. هو طبعا ليه لعب وليه صدات مهمة جدا للبنالتيات ولكن هو وضربات جزاء، لكن هو ما بيلعبش لوحده، في فريق كامل، ده مجهودهم مع بعض، ده فضل الفريق كله معاه. هو اكيد ليه فضل كبير طبعا في الموضوع ده، لكن الفريق كله بيشارك في اداء الفريق بصوره عامه، او سواء عنا اهداف او معناش اهداف. الفريق لما يقوم بضغط متواصل على فريق منافس، ولما يؤدي مهامه الدفاعيه والهجوميه بصوره كويسه، ده بيساعد الشناوي على انه يحافظ على شباكه نظيفه، وده اكيد اكيد ده فوز للشناوي، لكن هو في المقام الاول فوز للفريق كله. شكرا جزيلا مستر مانويل، وبإذن الله نتواصل معا المباريات القادمة بإذن